يا بطل. اوف يا ماما، هلا الباص بوقف ساعه للحاجز. معلش ماما، سهركم صرنا نحن الموظفين كل يوم نوقف على الحاجز. طيب يا ماما، ليش بفتشوا السيارات كل يوم؟ مو مره وحده يفتشوهن وخلاص، مو نفس هدول السيارات بيمرقوا كل يوم. ما بصير ماما، لازم يفتشوهم كل يوم كل يوم. يعني ماما بخاف يكون فيها متفجرات؟ بسم الله عليك حبيبي، ليش عم تحكي بهي القصص اليوم؟ ماجد، انت خليك مدرستك ودروسك وبس. بس يا ماما كل الاولاد هيك بيحكوا طول الوقت. الله يسهلنا السفر على اسرع وقت. تعرف مجد بدبي كتير رح ننبسط، على قد ما في العاب حلوه وروحات حلوه، هيك قالت لي خالته نايا. ماما يعني بكره بنسافر؟ يعني بكره لما بعد هدول يعني بعد هدول وهدول وهدول وهدول. يعني ماما بدنا ننام ونفيق وننام ونفيق بعدين نسافر. ننام ونفيق وننام ونفيق وننام ونفيق بعدين نسافر. شو رايك؟ ما بلاقي الشخصية هي؟ والله حطيت لك يا بنات، حطيت لك سندويشات وتوسع المدرسة تبعتهم. يلا تعالي لك اشوف. نط يا بطل. بس منيح. قهوة يا استاذ؟ على راسي. اعطي لي البريد المستعجل مع بارعة. حاضر استاذ. صباح النور. ليش لهلا؟ تأخر بمكتب السيد الوزير وبعتوه من 10 دقايق بس. القهوة للناس الزهوة.
وغير؟ ما بعرف، عم تقلي نفسي. بجوز بدي قرب. طيب بإمكانك تروحي على البيت ترتاحي. سلامتك، دفي حالك. ليل نهار كل شي بيدور، ليل نهار كل شي بيدور، وطول نهار كل شي بيدور، طول نهار كل شي بيدور، وجده غسّم بس بس، جده غسّم بس بس، وطول نهار ريم بتضحك، كل نهار ريم بتضحك، وعمو ياسر معنا بيدور، عمو ياسر معنا. شوي شوي ماما. الو، ايه صافي؟ الاوتوكار تبع مجد لهلا ما اجا، حكيت مع المشرفه، موبايله خارج التغطيه. حبيبتي انا سائق ما عندي، بعدته يصلح السياره. حتى لو كان عندي وبعدت لك اياه، انت بتعرفي قديش في حواجز وعجقه تصير. هلا بتصل مع مديره المدرسه وبفهم شو صاير. حبيبي حكيت معها، قالت لي نفس الكلام، عم تدق لهم خطوطهم مسكره، ما بتعرف عنهم شيء. على كل حال مو مشكله، اذا انت ما عندك سائق انا هلا بوصله. اوكي باي. ماما ماما صباح الخير. صباح النور. اجى الباص؟ لا لسه ما اجى الباص، عم بتصل بالمشرفة، موبايلها خارج تغطية. عفوا. الو اهلين. عامل شو؟ انفجار وين؟ في ضحايا كتير؟ طيب ليك غطي عني بس بين ما اوصل هلا شوي. ناطر الباص. ايه باص مدرسي. اخر الضيف ساعتين. عامر اخر الضيف ساعتين بس. يلا ماشي، الله معك، مع السلامه. خير؟ شو في؟ انفجار كبير بالمزرعه بجامع الامام. انتحاري فجر حاله بالجامعه، واستشهد محمد سعيد رمضان بوتي والجماعه اللي معه. يا لطيف، ما كنا نخلص بقى، لك والله تعبنا. بظن ان الباص تاخر لان الشوارع كلها مسكره. عنسرين طمنيني عنكم، ان شاء الله انتم بخير. ايه نحن بخير مدام نانغا، مرقنا قبل دقائق من مكان التفجير والوضع كتير كتير خطير، بس نحن صعب نكمل لعندك، الطريق كتير عجقه. خلص حبيبتي ولا يهمك، كملوا طريقكم، انا اصلا ما رح ابعت ابني اليوم، المهم انكم بخير. الله معك، مع السلامه. يا عامر تأخر باص المدرسة، ايه شو بعمل يعني؟ عامر بلحش ابني بالطريق مشان يجي طالع البرنامج يعني؟ لا ما عندي جيران حطوا عندهم. من كل عقلك بتجيبه معي على التلفزيون؟ خلص دبر حالك يا اخي، دبر حالك. يا الله والله هي ما عادت عيشة. يلا بالاذن. يلا ماما. يلا ماما. يا ربي شو هالورطة هاي؟ باي مجد، تعال زورنا. استاذ انا شكلي ما حروح على شغل اليوم، اذا بتحب خلي ابنك يجي لعنا. ما في احراج او شيء لي؟ لا بالعكس، لا احراج ولا شيء. خاف تنزعجي او يسبب لك اي شيء؟ ولا يهمك، تعال حبيبي. على فكره نحن بيتنا بالطابق الثاني، انا مدام صافي بدر. اهلا وسهلا. ان شاء الله لا تعذب الخالي. يلا قالوا ناندا شو صاير بالشام حبيبتي؟ طمنيني. انفجار بالمزرعة، بس طمني اختي انا ومجد ما فينا شيء. يا ربي دخيلك، خفت عليكم. مجد وينه؟ ما بعته على المدرسة، وين بدي ابعته؟
والله اعصابي تلفت، لك صرنا بنطلع من البيت ما بنعرف حالنا راجعين ولا لا. رايحه على الجامعه؟ لا اختي، وين بدي اترك الصبي؟ مالي رايحه ولا لي جاي. نايا مشان الله تابعيلي من عندك موضوع الفيز، انا رح اطق على مسافه، روحي رح تطلع. ولا يهمك حبيبتي، صافي بعت لجوزي صور جوازات سفركم وقدمنا لكم على الفيزا اكسبريس مشان تطلع بسرعه. سلم ايديك حبيبتي، عم عزبك معي. عموما انا ضبطت كل اغراضي الخاصه، يعني ما صفي غير اغراض البيت. طب ليكي فكرتوا تأجروا البيت؟ عم يقولوا الاجارات صايره نار على نزوح العالم يا حرام. رح حاول، بس اذا ما لقيت مستاجر مرتب رح اقفل وسافر. ماما اخي جوعان، رح ياكل سندويشات المدرسه. ماما استنوا شوي، هلا بعمل الفطور بناكل كلياتنا سوا. شو لمين هالولد؟ هذا ابن جارنا، يا حرام اضطر يحطه عندي لحتى يروح على شغله. حبيبتي خليني بس معلش اتركك شوي، خليني اروح اعمل لهم فطور للاولاد. اوكي ماشي حبيبتي، يلا انتبهوا على حالكم، باي. يلا باي، الله معك. حبيبي رح اعملكم بيض عيون ومرتديلا ومسبحه، موافقين؟ على عيني، 10 دقايق بيكون الفطور جاهز. بس ماما انا بدي مسبحه. ايه دخيله انا هارون المسبحه. ايه عمليات الجيش العربي السوري تستمر. هاي الأسئلة، القصة كتير سهلة، المفروض ضيف الحلقة يتقيد بأسئلتي. لا مو مفروض يتقيد بأسئلتك، اطلع لي بقى من هذا التنظير على العالم، ناس ملت تعبت ما عادت تسمعنا. خلي البنت تحكي على كيفها، خليها ترتجل. شبك كريم، هذا تنظير وقولبي؟ أنا ماني خايف من ليلى، خايف من الضيف، خايف يحكي له شي قصة يورطنا فيها. بدك الحلقة توقف يعني؟ ما رح توقف، بس في شغلة صغيرة، اطلع لي من هذا الرقيب اللي جواتك، ما حدا براقبك. على فكرة هذا الحكي غلط، انت بتعرف كتير منيح انه الاعلام الموجه اثبت انه اكثر فاعلية، وبتعرف كمان انه حرية الاعلام وصلتنا لتلفيقات شي براس وشي بلا راس. يا حبيبي هي تركيبة الاعلام من يوم اللي خلقت، مثل الشطرنج، الشاطر اللي بيعرف يحط الحجر الصح. أساتذة أساتذة الضيف وصل، يلا جاهزوا. طيب ماشي شباب، 5 دقايق والكل يكون جاهز. أنا حكيت مع السيد الوزير شرحت له كل شيء. من بكره الصبح بتنزل بتدفع الماليه وبتتابع معاملتك، يعني بنحسن نقول من هلا الف مبروك. طيب كيف بدنا نطابق المواصفات على ارض الواقع؟ قلت لها خلاص خلاص هي شغلتي، انا ببلش دوري بالوقت يلي تطلع فيه الموافقه من درج السيد الوزير. انا كثير مطمن لك، ومثل ما اتفقنا بس تخبرني بحط لك المبلغ بحساب الشخص اللي بدك اياه. اوكي اتفقنا. اذا استاذ صافي دخيلك، اذا الشغله ما زبطت فيها خربان بيت. قلت لها خلاص خلاص عندي امرك. شو رايك اليوم اكسبك على العشاء؟ والله بتشرف. لا تتهرب، انا بيجي بسيارتي بردك. طيب خلينا بمره تبقى نحكي. مثل ما بدك. السلام عليكم. اطمن خلاص اطمن. خلينا اياك يا رب. السلام عليكم. تريد مني شيء قبل ما اروح؟ سلامتك سلامتك ابو حسن. انت لازمك شيء؟ سلامتك، بس بدي استاذنك بيومين اجازه
لأنه دريت إنه الجيش فتح الطريق، بدي أطلع أطمن على بيتي. والله يا أبو حسن سمعت إنه لسه في مشاكل نواحي بيتك. أستاذ الأولاد يا أخطائي زنطروا من البرد، بدي أطلع أجيب لهم كم واحد، لأنه لما هربنا طلعنا بالأواعي اللي على جسمنا. لكن خذ 3 أيام احتياط ولزمك شي مشان تشتري شي للأولاد. حاكيني كتر خيرك، فضلت على رأسنا. يكفي إنك وظفت لي بنتي السنة اللي مضت بعقد 3 أشهر وجددت لها السنة. أبو حسن أنت بتستاهل كل خير، وبنتك بارعة الله يخلي لك إياها، نشيطة وحابة تشتغل. خدامتك كتر خيرك. سلام. نترك هالأجهزة نلعب بها دور. لا ماما، هلا بأحلى. ايه خلاص اتركوا أغيار، تعال نلعب أنا وياك. يصطفل هو أصلاً هدول الأجهزة ما لازم تلعبوا فيهم أكثر من ساعة، بيجعوكم عيونكم بيجعوكم راسكم. بعدين كرة القدم تلعب بالطريق أو بالملعب مو بالبيت. بس خالي مسد عنده ألعاب حلوة، أنا ما عندي مثله. خلص حبيبي ولا يهمك، جيب كمبيوترك نزل لك إياهم على فلاشة. بس كيف بدي ألعب وهو ما عنده كمبيوتر؟ ما عندك كمبيوتر؟ كان عندي، بس لما تركنا بيتنا رجع بابا لقى كل شيء مسروق. انتو كمان تركتوا بيتكم؟ ايه خفنا يذبحونا. ان شاء الله حبيبي بترجعوا على بيتكم وبتشتري كمبيوتر احسن من الاولاني. بس بابا ما ترجع على البيت، وبعد ما راحت ماما على الجنة. الله يرحمها. يلا حبيبي لعبوا بهدول لبين ما ساويكم الغداء. اتفقنا؟ اتفقنا. حبيبي رفيق مجد عندي، بدي تجيب لي معك بيتزا على الغداء. ناندا حبيبتي انا عندي موعد شغل وبدي اتاخر. ايوه يعني انت مالك جاي على الغداء؟ صافي يعني انا لو ما دقيت لك ما كنت رح بعرف. على كل حال خلص مو مشكله، انا هلا بتصل بالمطعم وبطلب. بس انا مشتهي شي مره ادق لك ولاقيك فاضيلي. طيب طيب بحاول اجي على الغداء. لا خلص خليك مواعيدك مو مشكله. الله معك، مع السلامه. يا لطيف شو مستهتر، لا كانه عنده مره ولا كانه عنده ولد. استعداد كاميرا 1 5 4 3 2 معك. استاذ انت بتقصد انه لا وجود للمسلحين على الاراضي السوريه؟ انا ما قلت لا يوجد مسلحين، لكن أنا بقول إنه لازم نعالج هالموقف بدون سلاح. وإذا كان الطرف الثاني حامل السلاح وعم يدخل البيوت وعم يقتل بحجة تكفيره؟ هذا الأمر مجرد ظاهرة مؤقتة وراح تنتهي. أعزائي المشاهدين، نحن هلأ بانتظار اتصالاتكم على الأرقام اللي راح تطلع هلأ على الشاشة. فاصل ومنرجع. العمى على هالزبون عجبك استاذ؟ شو رايك يا الفهيم؟ اتركه يحكي رايه، خلي الناس هي اللي تحكم، مو نحن نصادر له رايه. طلع فاصل. طلع سلمى لك هوا. عمرك يا مولانا. لكن انا بقول لازم نعالج. تفضل يا امير. تفضل. معنا اتصال، تفضل. الو. يسعد مساك يا سيده ليلى. اهلا وسهلا فيك، يسعد مساك، تفضل. انا اسمي منذر وبدي اسلم على الضيف واقول له كفى استهزاء بالشعب السوري وكفى تبريرات يلي بده ان يسقط الانظمه ويدعي انه بده يجيب ديمقراطيه وعليه انه لا يكون عميل ويشارك في سفك دماء اهله. يا سيد انت مين ومن وين؟ أنا من سوريا. أقصد مسلم أم مسيحي؟ شو دخلك انتمائي يا أخي؟ شو دخلك انتمائي الديني؟ أنا عم أقول لك أنا سوري، بتقلي مسلم أم مسيحي؟ إيه بدي أعرف جاوبك. أنا سوري وعايش بالقلمون، تفضل جاوبني. لهلا بالقلمون ما صار شي عندكم؟ لسا يا ريت خبرني إذا بده يصير شي لحتى ننزح من بيوتنا. ضايع عليه. بشكر مداخلتك سيد منذر. سيد طاهر
محور ملفنا بهذا المحور رح يكون عن الملف الكيماوي، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. لك كريم ليش قطعت؟ اترك له يبهدله يمسح فيه الاراضي. يا حبيبي هذا الاعلام مو لعبه، في اصول، اصول لازم نتبعها، فهمت؟ معلش اخي انا زلمه ما فيني اتحمل غلاصته وغباءه لهاد، كملوا الحلقه لحالكم. رجال الشريف من اوله هذا. شو هي قراءتك للتدخل الأمريكي؟ برأيي هذا تدخل مشروع، بس للأسف إجا متأخر ومتأخر كتير. يعني ما في عند العدو الصهيوني ترسانة كاملة من الأسلحة الكيماوية وأمريكا لهلأ لم تتدخل؟ أستاذي أنا ما بأيد التدخل الأمريكي ولا بلحظة، بس أنا شو بقول؟ كأنك عم تناقض نفسك استاذ طاهر. زهران يا الاخضر تامر يا مولانا. ابغي طاهر هذا وبالعجل. صار يا مولانا. طاهر هذا رجال مهم وافكاره افكاره تخدمنا زين. صحيح يا مولانا. صحيح يا مولانا. صحيح. مساء الخير. يا مساء النور، اهلا وسهلا. كثير بعتذر على التاخير، ان شاء الله ابيض مع الزبك. لا بالعكس، بسوا كثير مع بعض، لعبوا اكلوا هلا عم يدرسوا. طيب بعد اذنك تسمحي لي دوق الاكلات الطيبه لمجد؟ يا عبي شو ليش معذب حالك؟ ولو هذا اقل من واجب. تفضل. يسلموا ايدي. يا عليا تعا حبيبي يلا بابا اجا. بابا. حبيبي. ان شاء الله ما عزبت للخالة؟ لا، لعبنا لمجد وانبسطنا كثير وتعرفنا الخالة بنتها كثير طيبة. يسلم ايديك، عزبناكي معنا. لا بالعكس انا ما عملت شيء، بكفي انه مجد كان كثير مبسوط فيه. انا اسفة كنت حابة اعزمك على فنجان قهوة بس زوجي لسه ما اجى من الشغل. بتشرف، مرة ثانية ان شاء الله بيجي وبتعرف عليه. هي ارقام تليفوناتي، اذا احتجتي اي شيء من التلفزيون انا جاهز. حضرتك مخرج؟ يعني هلا انا اذا يوم حبيت اجي فش خلقي بشي برنامج سياسي بتطلعني؟ طبعا. حضرتك شو بتشتغلي؟ انا رئيسة قسم الشؤون الاداريه بجامعه الشام الدوليه الخاصه. حلو، شغلنا بيتقاطع مع بعض. كيف يعني؟ اذا شي يوم حبيت اعمل ادوات وريبورتاجات واستعين بطلاب فيني استعين عنكم؟ ايه ليش لا، تكرم عينك. على كل حال انا هلا بعمل لك رنه من موبايلي سجله عندك. اوكي يلا حبيبي. بتمنى تشوفي برنامج يوميات سوري، امبارح سجلنا حلقة جديدة، حاب اخذ رأيك فيها. مع اني ما بتابع اخبارنا بس بحاول اشوف منه شوي. عفوا. انا اسفة كثير على صراحتي الجارحة. لا بالعكس، هذا رأيك بالنهاية وانت حرة فيه، بس يمكن إذا تابعتي هذا البرنامج تغيري رأيك. ما بظن. براحتك. على إذنك. أهلا وسهلا. باي مجد. باي يا ليا. يلا باي، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيكي. أهلين. لو سمحتي بدي دواء لعيا النفس. الدواء إليك؟ إيه إلي. على عيني.
هذا الدواء بتاخذي منه 3 مرات باليوم قبل الاكل بربع ساعه، بس يستحسن انك تشوفي طبيب لحتى يحدد لك اسباب الغثيان. طيب قد ايه بتريدي حقه؟ 150 ليرة. تفضل. عافاي ان شاء الله. زادوا لنا السكرات والرزات. الحمد لله الحمد لله يا إلهي يا رب الله يعيننا. حكيت اليوم مع نايا، قلت لها مشان تعمل لنا الفيزا اكسبريس. كثير منيح، نحن لازم نسافر بسرعه ونخلص من القرف، لاني عم فكر جديا افتح شركه هنيك. هي اول مره بسمع انك رح تفتح شركه بدبي. أنا جديد صرت فكر بهذا الصف. هو معك حق، يعني شو مقعدنا هون؟ لسه على خلصت وانتهت وخلصت وانتهت وما في شيء عم يخلص. شكلك تعبان اليوم. والله كثير يا ناندا. يعني وضع البلد وعدى المراجعين وعللته عجن طول النهار. الوضع صار بيقرف. الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. يسعدني اليوم أن يكون ضيفي في هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد الوزير. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول خليه خليه، بتخيل هذا برنامج أبوه لأغياد. يعني انت صرتي تهتمي بهالشيء؟ ها مو قصة اهتمام، بس طلب مني اني اتابع له حلقه. خلينا نشوف شوي. انهم يتقنون فن قتلك بامتياز، يخططون ويهيئون السيناريو المناسب، ينفذون ويفتون اعدامك بنص ديني مشرعا ومولف حسب توجيهات جهاتهم. المسلحة من أين أتوا وإلى أين سينتهون؟
بداية لا أريد أن أتحدث عما شاهدناه في تلك الأفلام الوثائقية، لأنه عار على كل عربي مسلم كان أم مسيحي، وعلى كل من يدين بالكتب السماوية المنزلة. يقول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. صدق الله العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديثه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أجل في الدماء. مولانا مولانا يجب أن لا تنتهك. ها يا صفين، برنامج مهم عم نشوفه. برنامج مهم. تفضل يا مولانا. الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخوه لأمي وأبي. ويقول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. كفر. أنا أتوجه إلى جميع أبنائنا من رجال وشباب ونساء بزيادة وعيهم عما يحدث وعدم الانجرار وراء الأفكار السلفية التكفيرية والنزعات الطائفية، لأنها ليست من ديننا. أجل، لأنها ليست من ديننا الإسلامي الحديث وثقافتنا المجتمعية. شن اسم هذا اللي عد البرنامج؟ مولانا هذا اسمه عامر سلام. الله لا يعمر لبيت، هذا قاعد يشتغل فينا هذا الحشرة. مولانا مولانا، هذا عم يشتغل برنامج عن نكاح الجيران. أها هذا سمكة ومدللة. أبغيه وبالعجل. عامر يا مولانا. سمكة تأمر مولانا. بابا ليش مسد لهلا عنده أم؟ يعني ما راح تعجلني مثل ماما؟ ماما راح تعجلني لأنه كانت مريضة. يعني أمو المجد إذا مرضت بتروح على الجنة؟ لا حبيبي، مو كل اللي بيمرضوا بروح على الجنة، في ناس بيطيبوا فبتأخروا. يا المجد عنده أم. ليك شو بدك تعشى؟ أصلا مش جبنة مسخنة؟ لبني بيمشي الحال؟ لا بدي جبنة. معناتها بدي روح أجيب لك علبة جبنة. خدني معه. لو ما كنت متحمم وشعرك مي كنت أخدتك. طيب ما بتأخر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عشان شو بدي اياهم قد ايش صار؟ 1450 ليرة. يا عم ليش كذا؟ معك حق، من الصبح كل شيء ارتفع مع الدولار، علبة الجبنة هي صار حقها 150 ليرة. ايه وشو دخل المضروب الدولار؟ حبيبي الدولار مسبحة الشيطان. انت هيك اخي هيك الله يعين العالم، شو بدها تاكل؟ ايه شو عليه اخي؟ بمسك شو عليه ها؟ Thank you.
مرحبا عم. يا ميت اهلين وسهلين. ليش هالبنت جبنة والله؟ 350. 350؟ وليش عند جارك اغلى من هيك بكثير؟ سيدي جاري رابط حاله بالدولار بيطلع وبينزل معه، اما انا رابط حالي بضميري، اساسا هدول العلب انا عم بيعهم بالسعر القديم. دخلها؟ جاري بقديش حسب لك اياها؟ جارك يبدو عايش بامريكا، قرشها على الدولار. حضرتك ساكن عنا جديد بالحارة ما هيك؟ ايه والله، انا نازح من الزبداني. بس كثير انبسطت اني تعرفت على بني ادم طيب وشهم مثلك. يا ميت اهلين وسهلين عم، يا ميت اهلين وسهلين. لا تزعل سيدي، الحال من بعضه، كلياتنا زوار بالدنيا. شرف حاسب على الصندوق. على عيني ولا سيدي. كيفك عامر؟ لا ماني مشتاق لك، تعال عندي بدياك. بدي اعمل حلقة عن حماية المستهلك واسعار الدولار اللي طالعة ونازلة واكل الهواء هذا اللي عم يصير. هون عندي بالحارة. طيب ماشي، خلص شغلك تعال عندي. يلا ناطر. جنيتي كيف بتتصلي بوقت متأخر وبتعرفي انه انا بالبيت؟ بكره بكره بشوفك ونحكي. لا بتدخلي للموضوع اللي ما بيتحمل لبكره، روحي الله معك. خير حبيبي في شيء؟ لا 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 حبيبتي، كنت عطشان اجيت لاشرب وبدي شيء على مجد ونام. ماشي حبيبي، تصبح على خير. تلاقي الخير.